عافية عليكم. طبعا دا روح صديقتي شوي مريضة وانتو بعافية. أكلي لازم أخذه وياي، أكل الدايت استمر عليه طبعا ويا دكتور هشام. هذه وجبة العشاء وهذه وجبة الغداء. أكلهم طيب وصحي والشيف مالتهم سوري كل الشاطر، فش حسوي أني أخذهم وياي حتى ما أزاغل. وهناك خشمك عينك إذنك باتشة، حلويات برياني دومة ما بيها حل، على مود شنو عذري وياي. طبعا مكانهم بالمنصور اللي دائما أصور لكم إياها، الصيدلية مال الأردن بصفها بالضبط. اليوم قاعدة بلاعيمة مش بيها، ما أدري أحس بداية فلاونزا ما أعرف إيش بيها. anyway هاي أرقامهم وهاي التفاصيل كلها. ماما ما داقتنا الحفلة مال البارحة خلصت. ليش؟ بعد متفائلة. عجبتك كثير. حبيتها البارحة. على الرغم أني ما أسهر يعني بالعراق بالحفلات والمناسبات، يعني نادرا تشوفوني أحضر، بس واو صدق تونسنا كلش حلوة كانت. حلوة ومن زمان ما شايفة هاي الوجوه الطيبة والناس اللي الله يحفظها. يعني جديات أحبكم، البارحة شفتكم كلكم. يعني كلهم المطربين حرقوا الجو. اي والله لعبوا لعب البارحة، امتعتونا والجمهور يجنن كان. I love you. جيت اخذ حلويات طبعا لأم عبد الله. يعني هسه انتو الخاصة كي لازم تطوقونه لازم. لا هم يدرون الاكل ما في السيارة. نعم لا تقدر تقول لا، لا بنفس الدنيا تعرف ترفض، استغفر الله. ورا هاي الصينية مال مشاوي اكو داعي انزل اكلي مال دايت من السيارة. يا بألف عافية. ام عبد الله مو قلت لك شي اشياء يعني ما اقدر والله. يا شهودة احنا عندنا انت متجي العيد. ما انا ما عندي ارادة. عيد اللي على الارادة دمرتني. عيد عيد.